ذكر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب لسنة 2019 أن تركيا تعتمد تعريفاً واسعاً للإرهاب يستغله النظام التركي لاستهداف وقمع معارضيه ومنتقديه. وحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، وصلت الحكومة التركية تقييد بعض الحريات وعناصر نظام سيادة القانون في البلاد بموجب تشريعات تضعها تحت بند مكافحة الإرهاب لتوجيه اتهامات جنائية ضد مجموعة واسعة من الأفراد بمن فيهم صحفيون وسياسيون ومعارضون وناشطون وآخرون ينتقدون الحكومة لمحاكمتهم. النظام التركي يعتمد على هذا القانون بانتظام لتجريم ممارسات يجب أن تصنف ضمن نطاق حرية التعبير وحرية التجمع وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى. وقال التقرير أن السلطات التركية أحالت أكثر من 10,000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي إلى القضاء لتهم تتعلق بالإرهاب في الربع الأول من سنة 2019 وحده، حيث يواجه أكثر من 3,600 مستخدم إجراءات قانونية بسبب أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. التقرير الأمريكي أيضا لم يصف حركة فتح الله غولن بالمنظمة الإرهابية على خلاف ما يصنفه النظام التركي. وأشار التقرير إلى حالات القمع الكبيرة تجاه مواطنين أتراك واحتجازهم، وأن هذه الممارسات شملت مواطنين أجانب مقيمين في تركيا بمن فيهم مواطنون أمريكيون وموظفون في بعثة الولايات المتحدة إلى تركيا، حيث اتهمتهم بالتعامل مع حركة غولن وزعمت تواطؤهم مع الإرهاب دون أدلة مقنعة ومع الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة. يذكر أنه في عام 2019 اتهمت أنقرة واشنطن باتباع نهج مزدوج المعايير اتجاه المنظمات الإرهابية ردا على تقريرها حول الإرهاب لسنة 2018. رغم ذلك يتواصل الاتهام الأمريكي للنظام التركي بممارسة القمع ضد مواطنيها. لقناة ليبيا الحدث، بوبكر العقيلي.